اليوم الوطني للسلامه الطرقيه اللي العنوان ديالو كما تلاحظون كلنا راجلون. حاولنا نستهدفوا فيه بالدرجه الاولى الاطفال الصغار، لان الطفل الصغير اليوم كما تعلمون هو في حاجه للتنشئه. احنا كنكملوا الدور ديال الاسره، الدور ديال المدرسه تنكملوه حنايا. كنحاولوا اننا نبلغوا الرسائل ديالنا للاطفال، لانه كيسجل الطفل الصغير كيسجل وكيعكس البرقيه على الاب ديالو وعلى الام ديالو. لا يعقل اننا يكون الابن ديالي في السياره وانا تنخرق قانون السير، تنمر في الدور الاحمر امام الابن ديالي. اذا حنا خصنا نوجهوا رساله لهاد الابناء، يوجهوها من خلالنا حنا، يوجهوها للاباء ديالهم باش يحترموا قانون السير، وباش اننا ما نكونوش اليوم باش نعطيو الدم الناس ديال ضحايا ديال حوادث السير، نعطيو الدم الناس اللي محتاجينه. الدوله كتخسر اكثر من 12 مليار ديال الدرهم على حوادث السير، حنا في حاجه لهاد الفلوس اللي كنخسروا على حوادث السير للمجالات اخرى، في حاجه ليها في المجال ديال نكثروا المستشفيات، نكثروا المدارس، نكثروا اكثر من اننا نخسروها في وضع لنا في حوادث السير اللي كتكون كنرتكبوها اما عن قصد. يعني انتم كتعلمون ان في المغرب اننا حنا كنتصدروا القائمه ديال الحوادث السير في الدول العربيه، متبوعين بتونس وبالجزائر. اذا تنتمنوا من الله سبحانه وتعالى اننا كنا نخرطوا وكلنا لا لحوادث السير نعم للحياه. وشكرا. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوش تابوناو معنا فلاشين ميديا لايف على اليوتيوب، وتبرتجوا الفيديو مع صحابكم وديروا جيم، وما فيها بس إذا خليتي وشي تعليق تعبروا فيه على آرائكم، اقتراحاتكم وحتى انتقاداتكم.